ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قوي 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 كتير قد الدنيا كلها. طبعا عذرا جدا على صوتي عشان عندي برد. بس النهارده يا جماعه طالعه اعمل معاكم فيديو كده انبوكسنج لحاجات جات لي من دبي، حاجات حلوه جدا جدا جدا، وحاولت وحبيت بصراحه ان انا اشارككم معايا يعني الحاجات دي واوريها لكم. وانتوا طبعا في الكومنتس هتكتبوا ايه رايكم وايه اكتر حاجه لفتت نظركم وايه اكتر حاجه عجبتكم جدا جدا. انا ناسي اقول لكم ايه اكتر حاجه عجبتني، وانتوا برده اكتبوا في الكومنت. اوكي يلا نبتدي. يلا بينا. بس يا جماعه اول حاجه دي جات لي شنطه من جس حلوه جدا، وذوقها كمان جميل. ذوقها حلو جدا، عجباني قوي قوي بصراحه جدا، يعني تحسها يعني في نفس الوقت فلوفي. بسيطه وفخمه في نفس الوقت، وانا بحب الحاجات اللي كده بصراحه. بس وبعدين بقى جوايا كده حاجات لغزل، يعني اوريكم حاجات قوي لغزل. واو. بصوا يا جماعه ده كده هو وتدس. عبارة عن زبدة كاكاو. واو الله، للشفايف يعني مرطب للشفايف وكده. انا بحب زبدة كاكاو قوي بجد، بحبها قوي. يعني زبدة كاكاو مرطب للشفايف كذا واحد، يعني كذا لون. تمام جميل. وكمان وعلي وفي حاجة في ايدك. ثواني. عارفين ان غزل طبعا بتعشق الضوافر، عايش ايه؟ بصوا واو، شكلها حلو قوي، لونها بينك دي حلوة. مش باينة على فكرة قوي. ايه بس اقرب اقرب. بصوا الله، بصوا حلوة. بصوا واو، يونيكورن حلوة قوي دي كمان. دي الله اللي هي نمر. بصي الكاميرا وانتي بصوره عشان ما تجيبيش حاجة غلط. اوكي وكمان المانيكير ده الله. اوكي جميل جدا ولطيف. هنا اللي هو الزبدة كاكاو دي او الليبستيك اللي هو بتاع لا تحط لونه بينك، وبيبقى لونه بعد كده لونه بينك. بيبقى لونه بينك في الاول شفاف وبعد كده بيبقى بينك. حلو قوي برضه على فكره، شكرا قوي بجد. وانا اول حاجه وبعد كده بقى بصوا بقى الحاجه اللي بجد بهرتني، يعني انا عن نفسي عجبتني، ولا سيبها في الاخر. لا لا بصوا بقى ايه، هوريكم الاول، طلع لكم حاجه حلوه. منظاره. بصوا لا مش منظاره من قبل، بس دي كيفه دي من عندي انا. بصوا يا جماعه ده كده جاكيت. شكل غزل، بصي للكاميرا ما تبصيش بره الكاميرا عشان انت بتصوري غلط، خلي بالك والله العظيم. بصوا يا جماعه ده جاكيت كده، مش جاكيت، هو عباره عن يعني حاجه خفيفه بس يعني بيدفي، لان انا حاولت البسه امبارح لقيته ايه يعني بيدفي جامد يعني. تمام ده من اديداس، لونه حلو جدا عجبني قوي قوي، يعني عجبني جدا. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى يا جماعه جالي الشال ده او السكارف ده من كيلفن كلاين، حلو جدا. بصوا واو، انا بعشق الحاجات دي اصلا، يعني ده من كيلفن كلاين بس جامد يعني بصراحه، وطري قوي وكمان كان فيه فخم كده، انا بحبه قوي يعني، انا عن نفسي يعني شكله لذيذ يعني. تمام. جالي ايه كمان؟ بصوا بقى يا جماعه جالي مجموعه كبات بالالوان. واو ده اللون البيربل ده من كيلفن كلاين، ده حلو قوي. تمام. وده من بوما. بوما واو، لونه فوشيا، لونه جميل جدا. وده من بوما برضو تحفه تحفه، لونه لونا زي التايجر ده. اوكي وجالي ايه كمان؟ جالي من اديداس الكاب الاسود ده. اوكي وجالي من كيلفن كلاين البينك ده تحفه، ده جامد عاجبني جدا، عجبني 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 قوي قوي بصراحه، هو حلو الصراحه. اوكي ندخل على اللي بعده. بصوا يا جماعه جالي السويت شيرت ده من اديداس. واو حلو قوي جدا، بس حاسه هو اوفر، هو اوفر سايز. ايوه يعني بيبقى واسع، عشان كده بقول لي حاسه اللي هو التخنه. لا هو هو بينزل واسع، هو مقاسي بس هو بيبقى واسع على الشكل على الجسم، مش بيبقى ضيق. جميل. انا حاسه اني كل شويه بكح، بس والله عندي برد جامد تعبان صوتها تخين. بصوا يا جماعه ده الايس كاب ده من كيلفن كلاين تحفه، جربيه تلبسيه كده جميل اصلا، يعني اصلا انا اصلا زمان كان عندي منه كتير قوي قوي قوي، انا بحب البسه في الشتاء جدا يعني، ده عجبني جدا يعني. مامي زمان كانت بتاخد مني لحد دلوقتي. بصوا بقى يا جماعه ده عجبني جدا جدا. ايه ده؟ ده تي شيرت كده من جس. واو، ده كده بيتلبس تحت بليزر يعني، او بيتلبس تحت يعني بليزر على بنطلون جينز. جميل جدا عجبني جدا. بصوا بصوا هو من جس؟ من جس، تحفه تحفه، انا عاجبني جدا يعني، انا بصراحه انا بعشق الحاجات دي يعني. جميله روعه. مامي بتحب البلاك قوي والوايت. جالي تيشيرت من بوما كمان. واو حلو قوي
حلو قوي. هو انا ليه حصل التيشيرتات التخان والرفعة؟ لا التيشيرتات دي على قد بس هي بتبقى على يعني ايه بتلبس اوفر سايز مش فوق يعني. لا مش اوفر سايز مش كلهم. كمان جالي السويتشيرت ده من بوما بس حلو قوي يعني بصراحة تحفة. ثانية اقول لكم منين. من بوما انا متأكدة. ايوه بوما يا جماعة بوما. ايوه عايزة اقول لكم بس من جوه هو حلو قوي. الله ده كده من جوه على فكرة. لا كده من بره انا بعدل علي بنات كده بتلعب باسكت او كورة يعني. واو شكله واو كريسمس بتاع كريسمس. لا 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 الالوان الريد بتاع كريسمس. لا مش كريسمس. لا هو اسود وعليه اطفال بيلعب كورة او شباب بتلعب كورة بس برضو تحفة عجبني جدا جدا. وكمان بصوا بقى كل الحاجات دي للشتا. جالي البرفيوم ده من جس واو واو. انت اصلا شمسي؟ ايوه طبعا فتحته شمسي طبعا. انا قست كل الهدوم دي قست كل الهدوم وانا نايمة؟ ايوه طبعا. رشي رشي مش باينه الريحه. يا لهوي تحفه جميله جدا بجد تحفه. يا مامي يعني انت بتوريهم يعني هيشم؟ لا انا بقول بوصف لهم يمكن الريحه توصل لهم. كمان ده يا جماعه برده اللي هو بتاع برده حلو ده برده ريحته ورد؟ ريحته تحفه. لا مش ورد بس ريحته حاجه ثانيه ممتعه جميله قوي قوي قوي. تمام عايزه اوريكم ايه كمان ثواني بس احط الحاجات دي في عشان الله الريحه وصلت. ايوه ريحته تحفه. وكمان يا جماعه اول ما جالي يعني انا رشيت منه ونمت والله صحيت الصبح لا حيت جدا على الجميل. وبعدين قمت الصبح غسلت ايديا كنت حاطه على ايديا غسلت ايديا وكده ولقيت برضو ريحه موجوده زي ما هي. لا الله تحفة. لا بجد الريحه روعه. الاثنين تحفه صراحه. بس كده يا جماعه ده التيشيرت عاجبني. بصوا ده اكتر الحاجات اللي عاجباني. تمام اوكي هو والكلفن كلاين ده. اوكي سويتشيرت ده برضو جميل جدا بس اقول لكم اكتر حاجات اللي عجباني التيشيرت جس والايس كاب من كيلفن كلاين. اوكي والكاب ده تحفه. الكابات بصراحه كلها قمر بس عيبه اللي هو مش بيليق مع اي لون. ده بقى تحفه ده عجبني قوي بصراحه. ده البسي مع الكاب. ايوه ما انا جايه ما انا عشان كده يعني انا قلت كده في دماغي ان انا البس ده مع الكاب. وده يا جماعه برضو بس ده تحفه يعني انا عاجبني قوي عاجبني قوي قوي بصراحه. ولونه بنوتاتي حلو على جينز او على بنطلون ابيض او اسود هيبقى حلو قوي. على فكره اقول لكم بقى بقيه الاشياء. اقول لكم بقى يا جماعه الكوتشي او الشوز الجديد ده من بوما حلو قوي. واو تحفه تحفه جميل وايت. وجالي ده كمان من بوما برضو. لا واو بصي في الكاميرا تاني. بصي كنت منزله تحت صح؟ لا والله. بصي يا جماعه ده من بوما برضو تحفه جدا. اوكي ده احلى واحد. وجالي ايه كمان ده برضو من بوما بس ده قمر. ده قمر ده بصي جميل تحفه. اوكي وجالي ايه كمان وجالي الكوتشي ده الله مامي. لا قمر مامي بس كان في برضو كان في حاجه بيربل. ده قمر ده. كان في كاب بيربل البسي بقى هي كل حاجه لونها ده الحاجات على بعضها. اوكي بصوا بقى يا جماعه جالي الكود ده معلش انا لازم اقف شويه بس عشان اوريكم الكود عشان هو طب دقيقه بصوا ارجع لورا. بصوا الكود ده يا جماعه تحفه الله الجمال. بصوا يعني لونه لونه اصلا هو جميل لونه. بصوا انا عاجبني اوبسي على الشياكه حلو قوي قوي. اوكي وجالي كمان واحد اسود. اسود لا بصوا بقى الاسود ده جالي قمر. انا واحد عاجبك الاسود ده قمر حواليك اكتر واحد عاجبني. والله الله على الجمال عاجبني قوي 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 عاجبني جدا. اوكي وعايزه اوريكم برضو لسه في اهم حاجات سايباها للاخر عشان تكملوا الفيديو للاخر. وكمان يا جماعه جالي الكود ده هو على شكل بليزر بس تحفه. هو الله اكتر حاجه بجد عاجباني ده طويل قوي. حاجه عاجباني اكتر حاجه عاجباني في الكود. اوكي بصوا واو عندك منه بس اللي هو جاكيت القصير. بصوا جميل عاجبني قوي 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 عاجبني جدا ده. اوكي ندخل ايه بقى التاني كبير. تعالوا بقى الحاجات بقى اللي انا قلت لك اسيبها لكم يلا بينا. متحمسه قوي. ايه ده دب دب فرش فرش دب. ايه ده وات از ذس واو يا جماعه ده
ريش طبيعي، يعني اللي هو ايه جلد طبيعي، يعني الريش ده طبيعي مش صناعي. بجد؟ حياه ربنا والله العظيم بجد. الله على الجمال. الله على الجمال. يعني انا عاجبني جدا بصراحه، بس عيب ان هو تخين قوي. لا هو اصلا يتشال، يتشال كده، ممكن احطه كده عليا وانا ماشيه. اه بجد، بس عايز يتثبت مش كل شويه يعني. بجد والله حلو قوي. تمام هوريكم بقى ايه الحاجه بقى. بص يا جماعه ده فرو ثعلب بجد، اقسم بالله ثعلب والله العظيم بجد فرو ثعلب. تمام ثعلب. اه فرو ثعلب. مش عارفه البسها دلوقتي يعني، بس هلبسها لكم بعدين. اللي يشوفك يقول ثعلب بجد. انا خارجه يعني هبقى اظبطها لكم. ليه مع الطقم اللي انت لابساه؟ عجباني جدا تحفه قوي قوي، عجبتني جدا بجد. ايه رايكم؟ جميله. ثعلب والله العظيم يا جماعه بجد. ماما بجد؟ اه والله العظيم. يعني زي مسكين ثعلب وشالين. ايوه مسكين ثعلب واخدين الفروه بتاعته. اه والله. لازم بقى تحمي الثعلب، شعر الثعلب. هيفضل نظيف. بس يا جماعه هي دي حاجات اللي بجد روعه. طبعا ان انا اشارككم على الحاجات دي، اكتبوا لي في الكومنت. لا وفي حاجه كمان. ايه؟ اخذت يا جماعه جالها ترند مكتوب من اديداس. كمان جالهم ساندر، ساندر بينك جدا. بس هما يعني ايه غزل لازم خلاص اخدناه على طول. صدرت ايوه هجيبتنا. بس فانا بقى قلت اطلع اوريكم حاجتي. بس كده يا جماعه يا رب تكون الحاجات عجبتكم. اكتبوا لي في الكومنت تحت ايه اكتر حاجه عجبتكم، وايه اكتر حاجه قلتوا واو عليها لما شفتوا الفيديو. ان شاء الله ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم. بس لو عجبكم ما تنسوش بقى تعملوا لي لايك وشيركوا. فرجوا اشتركوا معايا. احلى سندريلا غزل، سندريلا غزل معايا 2 مليون مشترك. يا جماعه 2 مليون حوالي وانا 150,000 وانا. فتشجعوا بقى معانا يلا ضحكوا عشان نوصل 2 مليون بسرعه. يلا يا رب يكون الفيديو ده عجبكم. يلا بينا باي.